كانت فكرة صناعته تحدياً فسمي بالتحدي، مدفع بصناعة محلية لأول مرة محاكي للمدفع العالمي D30 تمكنت هيئة التصنيع الحربي من صناعته. في ميدان الرمي بمعسكر بسماية أجريت له التجربة الأولى بممارسة لأول كتيبة مدفعية تصنع محلياً. تمت تجربة أول كتيبة مدفعية يتم صنعها داخل العراق، وهي مدفع التحدي اللي هو محاكي للمدفع العالمي D30. وأيضاً كان هناك وجود من جهاز الفحص والقبول وصنف المدفعية لتدقيق كفاءة هذا المدفع، اللي كفاءته أثبتت أنه جيدة جداً تضاهي العالمي وبنصف سعر المستورد ويحقق أمن قومي للبلد. المدفع المحلي الأول بفئة 22 ملم يبلغ مداه 15 كيلومتر، مدفع بمواصفات خاصة صناعته تعد قوة إضافية لكتائب المدفعية من منظار عسكري، كونه يستخدم في الإسناد المباشر للقطعات الأمامية لتحقيقه إصابات مباشرة. البداية الأولى مدافع جيدة تبشر بخير، وتعرف هاي صناعتنا وطنية لازم احنا نكون نشجعها وتكون فدي قوة إضافية لجيشنا البطل، وخاصة بكتائب المدفعية لضرب الإرهاب ومن يتجاوز على بلدنا. مسدس بابل ثم مدفع التحدي الذي يصنع بنصف سعر المستورد، خطوات تسعى من خلالها الهيئة لإنتاج صناعة حربية تغطي جزءا من احتياجات القوات المسلحة ولتقليل الاستيراد من الأسلحة. تجربة أولى بميدان الرمي أثبتت كفاءة مدفع التحدي، مدفع بصناعة عراقية يعد تعزيزا نوعي لقدرات الجيش الحربية في خط الصد الأول. من ميدان الرمي بمعسكري بسماية، بدر الركابي، التغيير. We'll be right back.